قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر وبلاء ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء وأنت الظاهر ليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء. اللهم أعنا على الصيام والقيام وأعنا على غض البصر وحفظ اللسان. اللهم اجعلنا لك من الذاكرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من المنيبين واجعلنا من الخاضعين فإنا لا نركع إلا إليك ولا نسجد إلا إليك ولا نذل إلا إليك ولا نخضع إلا إليك ولا ننقاد إلا لأمرك يا الله. أمرنا بين يديك قلوبنا بين يديك أرواحنا بين يديك أجسامنا بين يديك يا الله يا الله. سخرنا في طاعتك يا الله سخرنا فيما يرضيك يا الله يا مالك الملك والملكوت يا ذا العزة والجبروت يا من حفظت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت وحفظت حبيبك محمدا بخيوط العنكبوت. سبحانك أنت الحي الذي لا يموت يا حي يا الله يا باقي يا الله يا قيوم السماوات والأرض يا الله يا منور السماوات والأرض يا الله. نور قلوبنا بنور الإيمان بك يا الله وبجميل التوكل عليك وبحسن الإقبال عليك يا الله يا الله. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بذكرك يا الله لا نسعد إلا بوقوفنا بين يديك لا نسعد إلا بأن نتذلل بين يديك. اللهم انظر إلينا بعين رضاك تجل علينا برحماتك يا الله تجل علينا بكرمك يا الله يا خفي الألطاف يا ودود يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.
الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا من يعطي بغير حساب، يا من يعطي من غير سؤال. اللهم وحد صفوف المسلمين، وانصر عبادك الموحدين، وانتقم من الظالمين الذين يتجرؤون على حرمات المسلمين. من للظالمين غيرك يا الله؟ من للجبارين غيرك يا جبار السماوات والأرض؟ من للمظلومين غيرك يا الله؟ اللهم فك أسر المأسورين، وفرج الكرب عن المكروبين، واشف مرضى المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.